الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، ولا حول ولا قوه الا بالله. اخواني اخواتي، سوف اليوم ان شاء الله نتكلم عن التوكال. وما هو التوكال؟ التوكال نوعان، هو توكال الجن وتوكال الانس. توكال الجن هو انك تحلم بالليل ان ياتي شخص ويطعمك في المنام سائلا او شيئا ثقيلا، وجبه متكامله. والتوكال الاخر توكل من النوع البشري، هناك بشر يريد الانتقام منك، لا يقدر على مواجهتك، ولا اما بمالك او بجاهك او بقوتك، فينتقمك انتقام خفي صامت، اما اذا شيئا لك في طعام او في سائل مثل عصير لبن قهوه حريره، او اذا لك شيئا في وجبه غذائيه، يعني طاجين، مرقه، طعام، رفيسه، عدس، سماك، وهذه الاشياء مثل الدم للعاده الشهريه، مثل الاظافير، مثل الصمخ ديال الودنين، مثل الفراق ديال الحمير عزكم الله، مثل الماء ديال الكردانه، مثل الماء ديال الذهبيه، مثل الماء ديال الحداده، مثل الماء ديال الحمام، مثل ثم تتقرا لي واحد المسائل، تزاد واحد المسائل لا اريد ان اقولهم في هذا الفيديو، مخافه ان يتعلمها الظالمون ويؤذون بها الناس. ومن علامات التوكال سقوط الشعر، حك اليدين، حك الرجلين، شحافة الفم، الكآبة، العزلة، انطواء النفس، يأتي يوم في الشهر أو يومين تصل إلى درجة الكآبة، لدرجة انتحار. التوكال يؤدي انتحار إلى الهزالة، إلى العكس، إلى التابعة، إلى كل ما هو يأخذكم من كل ما هو إيجابي إلى ما هو سلبي.